السلام عليكم ومرحبا بكم مع لقاء جديد من علوم دار قدمها لكم أنا محمد عبد الكريم والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده. وخالد بن محمد بن زايد يزور قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على سير العملية الفارس الشهم 2. أهلا بكم. تشارك دولة الإمارات دولة الكويت الشقيقة احتفالها باليوم الوطني وذكرى التحرير. علاقات إماراتية كويتية راسخة ومحطات أسهمت في المضي بها قدما. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة. وبمناسبة اليوم الوطني 62 والذكرى 32 لتحرير دولة الكويت الشقيقة رفعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات أسماء آيات التهاني والتبركات إلى صاحبة السمو الشيخة شريفة سليمان الجاسم حرمي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني 62 والذكرى 32 لتحرير دولة الكويت الشقيقة. وأكدت سموها أن هاتين المناسبتين المجيدتين اللتين تعم معهما الفرحة والاحتفالات في أرجاء دولة الإمارات تجسيد حقيقي لروح الوفاء وروابط الأخوة والتعاضد الراسخة في وجداننا ووحدة القيم الحضارية الأصيلة والتطلعات المتوافقة التي تجمعنا لدفع عجلة التطور والنماء في بلدينا الشقيقين. منذ أكثر من ستة عقود مضت والتلاحم الإماراتي الكويتي يبرهن على متانته والعلاقة بين البلدين تزداد قوة وتلاحما حتى أصبحت راسخة في عقول أبناء البلدين وقلوبهم. لبنة هذه العلاقات أرساها الراحلان الكبيران المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، وسارت على نهجهما قيادات البلدين تباعا حتى يومنا هذا. ولطالما تميزت العلاقات الإماراتية الكويتية ويظهر هذا جليا للعيان عبر تعميق الروابط المشتركة التي تجمع البلدين والحفاظ على الإرث في التقاليد السياسية والدبلوماسية والمصير المشترك أو من خلال الأرضية الخليجية التي توحدهما في جانب العادات والتقاليد والتوحد في الفكر والعمل والتوجه والرؤى والمصالح فضلا عن الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دولة الكويت كانت سباقة بين دول الخليج في حركات التعليم والفكر ولم تبخل على أشقائها بتلك العصارة الأدبية والفكرية في ذلك الحين، وقد شهد قطاع التعليم في البلدين تطوراً في جميع مراحله ورغبة أبناء الشعبين في تحصيل العلم والمعرفة شاهد على ازدياد عدد المدارس والجامعات. وإذا ما انتقلنا إلى العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والكويت فهي تجسد أبلغ صور التكامل ووحدة الهدف والمصير وترسم في الوقت ذاته نموذجاً يحتذى في العلاقات الاقتصادية بكل ألوانها التجارية والاستثمارية والسياحية. وتزداد العلاقات الإماراتية الكويتية منذ أكثر من ستة عقود
قوة وتكتسب مزيدا من العمق والرسوخ في شقها العربي الخليجي الأخوي. وينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من دولة الكويت الشقيقة سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت. يا مساء الخير سعادتك معنا في نشرة علوم الدار. فالنور والسرور ومشكور يعني على هذه التغطية المتميزة. الشكر لك سعادتك. وبداية يعني في هذه المناسبة الغالية على قلوب الكويتيين وقلوبنا أيضا، حدثنا سعادتك عن أبرز ما يميز العلاقات الكويتية الإماراتية. حقيقة يعني من الصعوبة في مكان أنك تختصر العلاقة بين الإمارات والكويت في دقائق معدودة، وكل جانب من هذه الجوانب وتميز كل جانب من هذه الجوانب راسخ رسوخ يعني يذوره في التاريخ بين البلدين الشقيقين. هناك توافق يعني وتكامل كبير في مختلف القضايا يعني السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومختلف القضايا حقيقة الرائنة. إذا ما نتحدث عن لغة الأرقام من ناحية النمو التجاري بين دولة الإمارات والكويت، ارتفع من عام 2022 من عام 21 إلى عام 22 بمعدل 13%. في 21 كان التبادل التجاري وصل إلى 38.5 مليار درهم، في عام 22 ارتفع إلى 43.6 مليار درهم. هناك أسبوعيا، وهذا يبين لك الخصوصية العلاقة، عندنا 170 رحلة تربط بين مطار الكويت الدولي ومطارات دولة الإمارات. جعلت المسافر في البلدين الشقيقين يمكن يفطر في بلد يتغدى ويتعشى في البلد الثاني. 400 ألف مسافر دولة الكويت الشقيقة زاروا دولة الإمارات في عام 22. هناك عدد من الطلبة من دولة الكويت الشقيقة يدرسون في دولة الإمارات وسط أهلهم وبين وفي وسط يعني نقدر نقول بلهجتنا وسط الفريج اللي هم عاشوا فيه. فهذا التكامل حقيقة وهذا التآلف بين الشعبين السياسيين ما هو إلا انعكاس للتفاهم الكبير والعلاقات ومتن العلاقة بالتأكيد التي أرسى قواعدها المغفور لهم الشيخ زايد طيب الله تراه والمغفور له الشيخ جابر طيب الله تراه، وعلى نهجهم سارت القيادات في البلدين الشقيقين. بكل تأكيد سعادتك أرقام تعكس متن هذه العلاقة بين البلدين. يعني ماذا تمثل اليوم الاحتفالات التي تشهدها دولة الإمارات في هذه المناسبة الوطنية لدولة الكويت الشقيقة؟ يعني بدون أي مبالغة، فرحة أبناء الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير لا تقل عن فرحة أبناء الإمارات وباقي أبناء الخليج في هذا اليوم. فرحة متكاملة، وهذه حقيقة اللحمة الأسرية التي تربطنا في منطقة الخليج العربي. بنفس هذه المشاعر شعرنا بها أثناء احتفالنا بالعيد الوطني في دولة الكويت. كثير من أبناء الكويت يحتفلون كأن هذا العيد عيدهم، وهو بالفعل عيدهم. فمثل ما ذكرت يعني الأعياد بين دولة الإمارات ودولة الكويت واحدة والفرحة واحدة، وتلمسها في حقيقة في الشارع في الإمارات في البيت، والتغطية المتميزة اللي قامت بها القنوات الإعلامية في دولة الإمارات اليوم ما هي إلا انعكاس ودليل على هذه الفرحة التي نشعر بها جميعا. نعم، الله يديم هذه العلاقات ويبارك أيضا جهودكم المبذولة. إذن سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات لدى الكويت الشقيقة، شكرا جزيلا لك. شكرا. أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بتنسيق عملنا البرلماني وتوحيد مواقفنا حيال جميع القضايا المشتركة وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية وفتح أبواب التعاون والتكاتف من أجل تحقيق التكامل الذي تطمح إليه شعوبنا. جاء ذلك في كلمة معاليه أمام الاجتماع 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية العربية.
وأكد معاليه على أهمية أن نخرج بمواقف موحدة ترتقي إلى مستوى طموحات وتطلعات شعوبنا حيال قضاياها المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. هذا وأكد البيان الختامي للمؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي الصادر عن رؤساء البرلمانات العربية على دعمهم وموقفهم التضامني مع جمهورية العراق الشقيق وضرورة توفير كل ما يلزم لتعزيز استقراره وسيادته ووحدة أراضيه. زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع اليوم للاطلاع على سير عملية الفارس الشهم 2. وكان في استقبال سموه سعادة اللواء الركن صالح بن مقرن العامري قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع. واطلع سموه خلال الزيارة على آخر مسجدات سير عملية الفارس الشهم 2 والإنجازات التي حققتها خلال مرحلة الاستجابة السريعة لاحتياجات المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له تركيا وسوريا مؤخرا من خلال تسيير جسر جوي لنقل فرق البحث والإنقاذ والمعدات الطبية والمساعدات اللازمة وإنشاء مستشفى ميداني لأداء مهامها الإنسانية النبيلة في دعم الأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا وتخفيف معاناة الأسر المتضررة من جراء الزلزال. ضمن عملية الفارس الشهم 2 وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي وصلت الطائرة المقلة لسيارات الإسعاف 10 والتي تأتي استمرارا للدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح الأشقاء في سوريا وبالأخص المجال المهم المجال الصحي. هلا المشهد حاليا هو استكمال للمشهد الأساسي من دولة الإمارات الشقيقة ممثلة بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اللي دعمونا على أعلى مستوى في قطاعنا الصحي. وحاليا نحن عم نشوف هلا السيارات الإسعاف الحديثة جدا اللي عم تدعم لنا منظومة الإسعاف في وزارة الصحة عنا. كل الشكر كل الشكر لشعبنا في دولة الإمارات ورئاسة دولة الإمارات وشكرا جزيلا لكم. ويعتبر هذا الدعم نوعيا يجسد نهج القيادة الرشيدة في تبني المبادرات التي تعنى بتحسين حياة الناس، إهداء ومبادرة في قطاع مهم عقب زلزال 6 فبراير الذي تأثرت به سوريا. لا أجمل ولا أحلى ولا أكثر تعبيرا عما نشاهده من وقفة إنسانية أخوية نقدرها عاليا لدولة الإمارات كما عهدناها الخيرون دائما. شكرا جزيلا دولة الإمارات. الهدف الأسمى الذي تسعى لتحقيقه الإمارات التعافي وإعادة التأهيل وأن تعود سوريا أقوى، تهيئة مهمة للقطاعات المهمة لاستيعاب الوضع الراهن وعدد المصابين الكبير في ظل وقوف إماراتي وتوجيهات القيادة الرشيدة وعملية الفارس الشهم 2. دعم إماراتي للأشقاء في سوريا يعزز الخدمات الأساسية للبنية الصحية، يكفل تحقيق الخدمات الإنسانية للشعب السوري الشقيق في وقت هو في أمس الحاجة إليه. هكذا هي الإمارات، عون وفخر وتعايش ومحبة وسلام. حامد المعشني لمركز أخبار قنوات أبوظبي، مطار اللاذقية، سوريا. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. آيدكس ونافدكس 2023 يختتمان فعالياتهما بنتائج قياسية ومشاركة عالمية واسعة وإجمالي صفقات يتجاوز 6 مليارات دولار.
Abu Dhabi has now been branded as the capital of capital. There really are few places in the world where the concentration of sovereign wealth funds and smart investors. Any company that's looking to grow and expand, really look at the Hub 71 Accelerator Program, the ADGM ecosystem. We couldn't have found a better home. Larger asset management firms, but also private banks or just general financial institutions have established themselves in ADGM. Helping us as a partner to introduce us to the industry, create new schemes together, and really drive that innovation between fintech and the banks, especially here in the region. The quality of the people, from the leadership to the executives to the administrators and the talent that they bring in, I haven't seen anywhere in the world like it. Talking about the Falcon economy, it's the right place between West and East. Everything is there for you to succeed here. وأصبح الحلم حقيقة. أنجزنا شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، والآن بدأنا تشغيل قطار البضائع عبر جميع أنحاء الإمارات. نوفر خدمات لوجستية أكثر مرونة واستدامة وأمنا بوقت وتكلفة أقل، ونفتح ممرات تجارية جديدة. احجز مكانك الآن لتعزز تنافسية أعمالك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعلنت شركة بينونة للطاقة الشمسية عن التدشين الرسمي لمحطة بينونة للطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 200 ميجاوات، وهي أكبر مشروع من نوعه في المملكة الأردنية الهاشمية. شهد مراسم تدشين المحطة معالي الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر كوب 28، رئيس مجلس إدارة مصدر، وعدد من المسؤولين البارزين من الحكومة الأردنية وشركة مصدر. وأكد معاليه أن تدشين محطة بينونة المشترك مع الحكومة الأردنية يرسخ العلاقة الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين. اختتمت فعاليات النسخة الأكبر في تاريخ معرضي أيدكس ونافدكس 2023، والتي حققت أرقاما قياسية تاريخية، وقد سجلت الشركات الوطنية حضورا فاعلا يؤكد المكانة المرموقة التي باتت تحتلها المنتجات التي تحمل عبارة صنع في الإمارات في عالم الصناعات الدفاعية. تألقت دولة الإمارات العربية المتحدة بنسخة هي الأكبر في تاريخ معرضي آيدكس ونافدكس 2023، فالمشاركة العالمية الواسعة لنسختي المعرض هذا العام تجاوزت عدد الوفود الرسمية المشاركة فيها أكثر من 367 وفداً من مختلف أنحاء العالم، مع تسجيل أكثر من 132 ألف زائر، متخطياً بذلك جميع النسخ في السنوات السابقة من حيث الحضور. في هذا العام أسدل المعرض ستاره بعد 5 أيام، محققاً إجمالي صفقات بلغت 23.34 مليار درهم، وهو ما يعادل 6.35 مليارات دولار لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي، بواقع 56 صفقة، إضافة إلى 11 صفقة في اليوم الخامس بلغت قيمتها 2.2 مليار درهم، أي ما يعادل 600 مليون دولار لصالح وزارة الدفاع. لتؤكد تلك الأرقام خلال هذه النسخة استمرار تفوق دولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والقفزات النوعية التي شهدها القطاع على مدار العقود الثلاثة الماضية. غيض من فيض، كشفت شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية أداسي خلال مشاركتها في المعرض النقاب عن المسيرة القتالية الإماراتية جنية، والتي تتميز بسرعة تحليق تصل إلى 8 بالعشرة ماخ ولأكثر من 100 ألف كيلومتر في الساعة،
ما يعني صعوبة رصدها وتتبعها وقدرتها على حمل منظومة متنوعة من الذخائر، وبإمكانية رفع تصل إلى 480 كيلوغرام من الحمولة على متنها لإيصالها إلى الهدف. وتزامنت نسخة هذا العام مع مرور 30 عاماً على انطلاق معرض آيديكس، الحدث الذي يعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة. وشاركت في الدورة الحالية 65 دولة بزيادة قدرها 10% عن الدورة السابقة، فيما ارتفع عدد الأجنحة الوطنية إلى 41 جناحاً وطنياً بنسبة نمو قدرها 17% مقارنة مع الدورة السابقة، مرسخاً ذلك المستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية الذي يدار بعقول وسواعد أبناء الإمارات، معززاً مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة للعقول وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، ومركزاً للابتكار والإبداع في هذه القطاعات الحيوية. دار متواصل وفيها بعد الفاصل في علوم العالم. بالتزامن مع ذكرى العملية العسكرية الروسية، زيلينسكي يحث قوات بلاده على تحقيق انتصارات عسكرية. هذه اللحظة اللي يبدأ فيها ألم يخف واشعر فيها أني رح أنام طول الليل، واصحى ثاني يوم مثل ما أنا مع بانادول نايت. انعم بليلة هانئة وراحة من الألم، واصحى كلك نشاط وحيوية. التحرر من الألم يبدأ بانادول. نعيش في مجتمع قائم على التسامح والتعايش وحب الآخر، وعلينا أن نكون قدوة حسنة في مختلف أمور حياتنا، خاصة في تفاعلنا الافتراضي أمام أبنائنا، لنرسم لهم الطريق الذي يضمن لهم الاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية ويخلق فرصاً جيدة للتعلم والتفاعل الآمن والإيجابي. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة من أهم الأخبار العالمية. بعد أسبوعين ونصف على الكارثة، ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 50,000 شخص. وأشارت وكالة الكوارث التركية إلى تسجيل 44,218 حالة وفاة في تركيا وحدها، بينما تم الإبلاغ عن 5,900 حالة وفاة في الآونة الأخيرة في سوريا. وقد أفادت الحكومة التركية بأن 20 مليون شخص تأثروا بعواقب الزلزال. حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جنود بلاده على تحقيق مزيد من الانتصارات العسكرية مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل عام. وقال زيلينسكي مساء أمس إن قيام قواته بجميع الواجبات سيجعل النصر حليف كييف بحسب وصفه، مؤكدا أهمية الدعم الكامل من المجتمع الدولي لكي تتمكن قوات كييف من صد الجيش الروسي.
وشدد زيلينسكي على ضرورة تحقيق الجيش الأوكراني نجاحات عسكرية حتى يحظى بالدعم الدبلوماسي الغربي، قائلا إن لا أحد يجب أو يحب الخاسرين. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لقناة ABC نيوز إن فكرة أن الصين تتفاوض على نتائج الحرب في أوكرانيا ليست عقلانية بعد أن طرحت بكين خطة سلام لإنهاء الصراع. وأضاف بايدن في حديثه للقناة أن الرئيس الروسي يصفق لتلك الخطة، ما اعتبرها الرئيس الأمريكي خطة غير جيدة، مشيرا إلى أن الصين تتفاوض على نتيجة حرب بحسب وصفه. بمدار هذا المساء وصلت إلى نهايتها، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الدولة ونائبه يهنئان أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده. خالد بن محمد بن زايد يزور قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على سير عملية الفارس الشهم 2. وفي الختام مشاهدينا نستذكر قول مؤسس هذا الوطن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي قال يوما: عزة الكويت عزة للجميع. كل عام وكويتنا وشعبها بخير. في أمان الله.